المؤلف رحمه الله تعالى الصبر باب من الإيمان بالله، من الإيمان بعض الإيمان بالله، الصبر على أقدار الله. تقدم معنا أن الصبر على ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله حتى تؤدى الصلاة الصيام، وصبر عن معصية الله حتى تجتنب، وصبر على أقدار الله ما يقدر الله على العباد مرض وفقر. فهذا هو القسم الثالث من أنواع الصبر. بعض الناس هدانا الله إياه يدخل على المريض، يعني فلان من الناس حدث له حادث السيارة، تكسرت السيارة ومات الأولاد وماتت الزوجة، وبقي من بقي هو مكسر في المستشفى معلق. فادخل على المريض ايش يصنع؟ يقول مسكين، والله انت مسكين وما تستاهل، والله رفعت قلب، والله انا تقطع عليك حقوق، لكن ايش اصنع؟ انت تعرف النظام والحكومه وكذا، والمستشفى هذه اسوء مستشفى في العالم، ولعلك ما تدرك تكتب وصيه، والله حتى اكتشفوا مقبره في سرداب تحت المستشفى من كثره الاموات. هذا كانه يقول له، عندما يقول له مسكين وما تستاهل، كأنه هذا أرحم به من الله، والله ما تستاهل. نعم، يقول ايش اصنع لك وما بليت حيلة وانت قطعت قلبك. يقولها بعض الناس او لا كثير، لكن الشيخ معاذ ولله الحمد درس كتاب التوحيد، يدخل على المريض يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا بأس، طهور ان شاء الله، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب من الإيمان الصبر على أقدار الله. وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال ألبق هو الرجل تصيب المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، ومن رضي فله الرضا. يسرد عليه الآيات والأحاديث بماذا؟ كيف يأخذ؟ يقول كل يوم تعالى يا شيخ معان، صحيح؟ أما الثاني ذاك يقول لا الله لا تأتي، صح؟ كان عندي أحد الطلاب من دول هذه اللي كانت تابعة لروسيا، كان هنا في المدينة، جاء إلى العمرة وقدم في الجامعة الإسلامية وخرجت النتائج ولم يخرج اسم هذا الطالب. يقول رجعت إلى البيت، يعني الصبر مثل اسمه مر مذاقته، مثل الدواء طعم مر. قال أنا يعني مصيبة شاقة علي. يقول فتحت كتاب التوحيد وتذكرت هذا الدرس. يقول تذكرت درسك معي. يقول قرأت الباب، باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، يقول 10 مرات تقريبا وأكبر، أقرأ وأبكي وأتصبر. قل لم أنا ليلتي هذه إلى الفجر مصيبة صعبة، يقول كيف أرجع بلدي وكذا ومشاكل، ولا دعوة أريد المدينة. يقول صليت الفجر وانتظرت حتى فتحت باب الجامعة الإسلامية وذهبت إلى عملة القبول التسليم، وجئت إلى الموظف وقلت أنا قدمت في العام الماضي وما خرج اسمي، أريد تعيد لي التقديم في العام ثاني، يعني يريد الإجراءات تأتي حتى يعني لعل يقبل في العام القادم. موظف هذا قال له لا لا ما يمكن. يقول قال لي ما يمكن التقديم. قال هذه مصيبة على المصيبة. قال لي ما ليه؟ قال لأنك مقبول. قال إيش؟ قال أنت مقبول. قال كيف مقبول؟ قال في خطأ في لائحة الأسماء خرجت واسمك موجود خلاص، سافر وراجع القنصلية وكذا أو السفارة، والحمد لله رب العالمين. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. تمام.